رمضان كريم، وأتمنى أن يمر هذا الشهر بصحة وعافية لجميع المواطنين. بالنسبة للكلام حول الصوم ديال الناس ديال المصابين بداء السكري، أعتقد أن هذا القرار ماشي قرار سهل. هذا القرار يجب أن يكون قرار متفق عليه ما بين الطبيب المعالج وما بين المريض ديالو، بالتالي يجب إشراك حتى العائلة ديالو، لأنه الإنسان اللي تيفطر ولا تيصوم أنه عن مصاب مرض السكري خص العائلة تأخذ بعض الاحتياطات إلى قدر الله وقعت. كذلك خصنا نحترسوا من بعض الأفكار اللي مسبقة وكانت أفكار خاطئة، أن من قبل للأسف أنه كانت بعض الأفكار اللي كتقول بأنه الناس اللي ممكن يفطروا، اللي عندهم الحق يفطروا، هو الناس اللي كيقطروا لهم، يعني الناس اللي كيحتضروا. إحنا حتى واحد ما كان عنده الحق أنه مريض، وبالتالي أن كانت شفنا بأنه كانت كوارث وكانت ناس أنه توفوا، وكان الناس اللي فقدوا الحياة ديالهم على هاد الثقافة اللي كانت للأسف الشديد بقى في بعض المناطق، ولكن الآن مع تطور ديال الإعلام وهذا الشيء اللي كتقوموا به إيجابي كيمشي في هذا الاتجاه. هذا الآن كاين وعي بالأمور ديال، ما كاينش مرض واحد اللي كيوجب الفطور، كاين عدة أمراض إن الإنسان يقدر يصوم بها، ولكن كما قلت بالنسبة للمرض السكري خص يكون اتفاق ما بين الطبيب. لأنه شنو هو التخوف ديال الطبيب؟ التخوف عند مريض السكري هو انخفاض ديال السكر، انخفاض ديال السكر ليبوغليسيمي، وهذا الانخفاض ديال السكر كيعطينا ذاك العلامات ديال الدوخة والترعيضة والعرق بارد واضطرابات ديال الشوف أو العياء وكذا والشحوبة الدوج إلى آخره، والإنسان أنه عنده الفرصة باش يمشي ياخذ الحلويات، أنه ياخذ السكر سريع باش أنه ينقل نفسه باش ما يطيحش في الغيبوبة ديال السكر نازل. إلا أنه بعض المرات أن هاد وسائل الإنذار تتعطل، الإنسان كيبقى ما كيحش بأنه عنده حاجة ديال الطعام او الى السكر، بالتالي انه كيكون هذا حتى كيطيح في الغيبوبه. لحسن الحظ الان مع وسائل الاعلام والدور الاطباء والدور ديال مهني الصحه بشكل عام، انهم قاموا بالتوعيه ديال الناس، بالتالي الان انه القرار حتى ديال العلماء انهم ملي كيطرحوا لهم هذا السؤال كيقول يشوف الطبيب ديالك انه واش غادي، كان من قبل انه بعض الفقهاء هما اللي كيعطيو بعض الفقهاء ما بين مزدوجتين، ثم الحمد لله الفقهاء ديالنا الان علماء اللي محترمين، اللي انه كيعرفوا بانه هذا القرار هذا هو قرار ديال الطبيب، هو يشوف الحاله الصحيه ديال الانسان واش قادر يصوم. التخوف الثاني وهو اضطراب ديال السكري فترة ديال الصيام. التخوف الثالث هو ارتفاع ديال المخاطر كلها اللي تحيط بانه ما كاينش مرض السكري واحد كيشبه الاخرين، كاين الناس اللي عندهم مضاعفات، كاين مضاعفات على القلب، على الشرايين، على الكلي، على عدة وظائف اللي خاصها تتخذ بعين الاعتبار. إذن عدة عناصر خاصها تدخل في الحسبان حتى نشوفوا الإنسان أنه ممكن يصوم في ظروف فيها السلامة، ما نعرضوش صحته للخطر. خاصنا نشوفوا الصحة ديالو العامة كيفاش دايرة، نشوفوا التوازن ديال السكري ديالو، وثم الاستقرار ديال السكري ديال مرض السكري. يقدر يكون متوازن، ولكن ممكن يقدر يغير الى صام، يقدر يكون التوازن يمشي يختل. نشوفوا واش كاين مضاعفات والحده ديال المضاعفات، نشوفوا طبيعه العلاج
طبيعه العلاج، شنو اقراص والانسولين، واش انسولين واقراص. فهاد القراءة ثم العدد ديال الوجبات ديال 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 الحصات ديال الفترات ديال اللي كياخذ فيهم الادويه. نشوفوا كذلك واش الانسان عنده قدره انه يراقب السكر ديالو بالليل وبالنهار عن طريق هذاك لاباري ديال الجليكومتر. نشوفوا كذلك شنو قدر يكون مستقل انه هذا الشيء يقوم به بوحده، واش الانسان انه كي باقي حركي ولا خامل سيدونتير ما تيتحركش. نشوفوا واش قادر انه مستقل ولا كي انه خص يكون شخص اخر هو اللي كيقوم لي بالعنايه ديالو. نشوفوا الحاله الاجتماعيه ديالو، انه واش كيعيش منفرد او يعيش في عائلته. الخطوره ديال ان مريض السكر ان بدون صيام انه يعيش بوحده، لان ممكن يصاب انخفاض السكر، وبالتالي انه كان ممكن انه الانسان يقدم ليه المساعده والانجاد بشكل بسيط. نشوفوا كذلك مده الصيام. خصنا نشوف الصيام في الفتره ديال الصيف، ماشي هو الفتره ديال الصيام، الفتره ديال الشتاء كتكون نهار قليل. نشوف طبيعه العمل. الانسان كان عنده اجهاد في العمل ديالو، كيشتغل داخل الشارع مده طويله. كل هذا الشيء خص يدخل في الحسبان ديال من اجل القرار ديال درجه الحراره ديال الطقس، الادويه المتبعه، الادويه الخاصه بالداء السكري، وكذلك الادويه المصاحبه. كنشوفوا كاين بعض الناس اللي عندهم امراض ديال القلب، زونتي كواغيلون، اللي عندهم جوج وجبات، لانهم كل فتره خصو 12 ساعه ما يمكنش ليه يصوم. كاين بعض الادويه ما يمكنش، كاين بعض الامراض مصاحبه للداء السكري اللي ما كتمنع عليه انه يصوم. اذا باش نرجعوا، هذا قرار انه قرار فردي لكل مشخص، لكل مريض سكري، انه يشوف الطبيب، انه يشوف الدوسي ديالو، يشوف الحاله الصحيه ديالو، ونشوف هاد العناصر كلها تستحضر باش هذاك القرار يكون قرار متفق عليه، وبالتالي انه يكون انه المريض كتم المصاحبه ديالو في فتره ديال رمضان، انه الطبيب ديالو ما خصو يكون عنده تليفون الى اخره باش يكون هذا. اما كننصحوا بطبيعه الحال بعض المرضى اللي كيكونوا انهم اللي كيسمح لهم الطبيب هذا باش يصوموا، باش انهم يكونوا ما يحاولوش انه يثبتوا بانه كان. انا كنت شخصيا كنقول لبعض المرضى انه خلو تبقى دقيقه المغرب وحسيتي بشي حاجه ماشي حتى اللي يفطر. اذا ربي عطي الرخصه، ولكن بعض المرضى انهم كيبغيو يصوموا، فالدور ديال الطبيب هو المواكبه ديالهم، ولكن ما يمكنش نخليو انسان انه كاين مخاطره، حيت مساله لو ريسك، المخاطره ان الخطر يوقع. هذه المخاطره ان الطبيب الوحيد انه مؤهل باش يحسبها ويشوف واش ان المريض ممكن يصوم او ما يصومش. كما قلت على حسب العطش، كاين اشكال ديال المريض السكري ملي تيصوم، انه المشكل كان الجو حار، راه كيدير ديزيدراتاسيون، كيدير اجتفاف وظيفي كل يوم، والفتره ديال الليل ما عندوش الفتره ديال الارتواء باش ياكل ثلاثه الوجبات، كيولي ياكل جوج وجبات. اذا هاد الشيء كله كنستحضروا. الى حس بالعياء، الى حس بالعطش، والى حس بشي حاجه تغيرات فيه ماشي تلي، فهمتي؟ هاد اما لحس الدوخه ولا هذا والجوع وكذا والى اخره، فاعتقد انه كذلك المرضى السكري اللي كيكونوا غير متوازنين ما خصهمش يصوموا، انه خصو يوازن السكر ديالو من اجل باش يصوم، لانه تما غتولي اضطرابات. غير بعد الاحيان باش نقولها بكل صراحه، ماشي يكون انه رمضان باش الانسان انه يبغي يصوم باش حتى يتمرد على الحميه،
مشيو ليا كل الحلاوه وكل الى اخره. كاين هذه الحالات سيدي، ولكن كما كان حد دور الطبيب انه يناقش مع المريض باش ينصحو في اتجاه ايجابي، وكذلك مع العائله باش هذا الانسان الا كان فطر ولا هذا خصو العائله يجب ان تحتويه ماشي ترفضو. ترفضوا. انا لهذا شخصيا انا بزاف ديال المرضى اللي تيصوموا انه كن او ما تيصوموش كنقول لهم الخصا اللي ما تيصوموش انه كنقول لهم بانه العشاء خصو يكون مع فتره ديال المغرب، كنحاولوا نقادوا ليه هذا النظام الدوائي ديالو باش يكون توا في هذيك الطبله باش ماشي 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 يكون مرفوض، بالتالي كيقول له كيبقى معزول ان داك عنده طابع اجتماعي. هذا الفطور ديال المغرب خص يكون حتى هو حاضر فيه. المرضى يصامي خص المراقبه يعني على حسب الحالات ديال الناس. واش السكري هذا متوازن ولا ما متوازنش، مستقر ولا ما مستقرش. بالتالي انه كاين واحد الجدول تنعطيه للانسان انه خصو يراقب فيه واش عنده قدره باش يراقب ولا ما يراقبش. ثم هذاك المراقبه خصو يعطيها للطبيب. دابا بوسائل التواصل عن طريق الواتساب وهذا كيعطيها للطبيب. وحتى التليفون الى اخره كان بالنسبه لهذا كان المواكبه ديال هذا الشيء. خصها دار ماشي كاين قانون خصو يراقب ثلاثه ولا اربعه المره، كاين على حسب الحالات حتى في الليل. على حسب الحالات. حسب ديال الانسان. اما ولكن السر ديال هذا الشيء هو ان مرض السكري خصو القرار ياخذوه مع الطبيب ديالو، يكون طابر قرار ما بينه وبين الطبيب ديالو، قرار جوج الناس اتفقوا فهمتي اتفاق. وبالتالي الا كانت القدره ديال الصيام انه تكون الارتفاق ديال الفتره ديال الشهر كله، ماشي غير فتره ديال نهار ديال لا كونسلطاسيون ومن بعد ما بقاش تشوفوا. حتى ممكن يوقع له بعض المضاعفات. الانسان بعض المرات كيغلب الايمان على قدرته الجسديه، وبالتالي انه كيبقى صابر حتى وبزاف ديال الناس انه كيكونوا صايمين ضد الارشادات ديال النصائح ديال الطبيب، انهم كيخلصوا الفاكتوره في هذاك الشهر ولا الشهرين اللي تابع رمضان. كنعتقد بانه هذه عباده ربي سبحانه وتعالى عاطي الرخصه لبعض المرضى. هاد المرضى اللي ممكن ما يصوموش كيما الناس اللي كيديروا الانسولين ما يمكنش انه لقينا بعض الناس بعض الحالات لقيناهم بانهم كيوقفوا الانسولين باش يصوموا. للاسف هنا الدور ديال الاعلام وديال التوعيه انه خصو يكون حاضر. هذه عباده خصنا نديروها في ظروف عاديه، ما نلقيوش لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، يعني خصنا ما نديروش المخاطره بذاتنا الى اخره، لان باش نبقاو فعلا انه ان الله يحب ان تؤخذ رخصه كما تؤخذ عزائمه. الله عطينا رخصه فهاد الناس اللي قادرين يصوموا هذا ارشادات مع الطبيب. عادة كيكون السكري ما طرحش اشكالات، انسان باقي صغير قادر انه يستوعب الميساجات، انه قادر يراقب، يقدر انه يوقف عنده قدره ديال انه يوقف الصيام ديالو الى اخره. فهاد الحاله ما كاين مشكل. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.